حتى ما نادي المريخ السوداني مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال العرب بعد فوزه على نادي تفرغزنا بهدف وحيد، وقد تمكن الفريق السوداني من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 20 من الشوط الثاني عن طريق لاعبه علي جعفر، وحرم تقي الله الدنا فريقه من تسجيل هدف التعادل بعد إضاعته إلى ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في الرابع من الشهر المقبل بمدينة أم درمان السودانية معقل نادي المريخ. تستأنف مساء اليوم بالملعب الأولمبي مباراة الجولة 18 من الدوري الوطني بمواجهتين تجمع الأولى منهما نواكشوط كينغ بإفسن واديبو، وفي اللقاء الثاني سيواجه ظاهرة الموسم وصاحب المركز الثاني دز تجيكجة، وسيسعى دز الفوز باللقاء واعتلاء الصدارة. أعلن نادي ليستر سيتي في بيان رسمي إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانيري من تدريب الفريق بعد المستوى المتذبذب للفريق في الموسم الحالي، ويعتبر ليستر سيتي وبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويعتبر بذلك إنجازا تاريخيا للمدرب والفريق لكونه أول لقب للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.